متابعي قناة ميد سبورت، السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو اسمين سيظلان خالدين في تاريخ المستديرة، سواء لما قدماه على المستطيل الأخضر أو لطبيعة المنافسة الشرسة بينهما والتي لم يشهد تاريخ اللعبة مثيلا لها. البرتغالي والأرجنتيني لم يكتفيا بقيادة أنديتهما نحو الفوز بأغلى الألقاب عاما تلو الآخر، بل تفننا أيضا في تحطيم أقوى الأرقام القياسية بجميع البطولات، وبالأخص بطولة الأندية الأهم والأغلى في عالم الكرة، إنها دور أبطال أوروبا. لكن برغم ذلك هناك أرقام بذات الأذنين أبت أن تخضع لسطوة الثنائي وظلت صامدة لغاية الآن. لذا في فيديو اليوم سنقدم لكم 8 أرقام قياسية لم يحطمها ميسي ورونالدو بعد في دور أبطال أوروبا، بعضها أصبح مستحيلا، فابقوا معنا. قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. الأكثر خوضاً للمباريات، هذا الرقم مسجل باسم الحارس الأسطوري لريال مدريد والمعتزل حديثاً إيكر كاسياس برصيد 177 مباراة بقميص ريال مدريد وبورتو دون إضافة المباريات في التصفيات المؤهلة للبطولة، ويملك البرتغالي رونالدو فرصة لتخطي ذلك الرقم ربما بالموسم القادم إذا ما نجح بخوض 8 مباريات أخرى بالبطولة، حيث شارك اللاعب في 170 مباراة حتى الآن بقمصان مان يونايتد، ريال مدريد ويوفنتوس. أما ميسي فيحتاج لخوض 36 مباراة، إذ يملك في رصيده 142 مباراة حتى الآن بقميص البارسا. أسرع هدف، الهولندي المعتزل روي ماكاي هو صاحب أسرع هدف بتاريخ دوري الأبطال، وسجله لصالح بايرن ميونخ في مرمى ريال مدريد عام 2007 بعد مرور 10 ثوان من بداية المباراة. أما أسرع هدف سجله رونالدو فكان بالدقيقة الرابعة عندما سجل لريال مدريد في مرمى يوفنتوس عام 2013، في حين سجل ميسي هدفه الأسرع بعد مرور 3 دقائق في فوز برشلونة على سيلتيك بسباعية نظيفة عام 2016. أسرع هاتريك، بافي تيمبي غوميس لاعب الهلال السعودي الحالي والنجم السابق لليون ومارسيليا هو صاحب أسرع هاتريك في تاريخ ذات الأذنين، وذلك عندما كان لاعبا لليون، حيث سجل 3 أهداف في مرمى دينامو زغرب خلال 7 دقائق بموسم 2011-2012. أما البرتغالي رونالدو فسجل أسرع هاتريك له خلال 11 دقيقة عام 2015 رفقة ريال مدريد في مرمى مالمو السويدي، بينما احتاج ميسي ل 21 دقيقة ليدون أسرع هاتريك له، وكان ضد أرسنال عام 2012. هداف النهائي، حقق كل من ميسي ورونالدو اللقب الأوروبي الأعرق في 9 مرات بواقع 4 للبولغا و5 لصاروخ ماديرا، لكن لم ينجح أي منهما حتى الآن في الاقتراب من رقم أسطورتي الملكي دي ستيفانو وبوشكاش المشترك كأكثر لاعبين تسجيلا في النهائي ب7 أهداف، حيث سجل رونالدو 4 أهداف أحدها في نهائي عام 2008 وآخر في نهائي عام 2014 واثنين في نهائي عام 2017. أما ميسي فسجل هدفين فقط في النهائيات، أحدهما في نهائي عام 2009 والثاني في نهائي عام 2011. التسجيل في أكبر عدد من المواسم، نجم مانشستر يونايتد السابق الويلزي رايان جيجز يمتلك هذا الرقم، حيث سجل في 16 موسما لدوري الأبطال. أما البولغا ميسي فسجل في 15 موسما على التوالي منذ موسم 2005-2006 وحتى الموسم الحالي، بينما سجل رونالدو في آخر 14 موسما له بداية من موسم 2006-2007 وحتى الآن. بطل مع أكبر عدد من الأندية، الهولندي المعتزل كلارنس سيدورف هو اللاعب الوحيد الذي فاز بدور الأبطال مع 3 أندية مختلفة، حيث توج باللقب عام 1995 كلاعب لأياكس، وعام 1998 مع ريال مدريد، ثم مرتين مع ميلان عام 2003-2007. وبخصوص ذلك الرقم فإن ميسي توج بالبطولة فقط مع برشلونة في 4 مناسبات، أما رونالدو فتوج بها مع مانشستر يونايتد وريال مدريد بواقع 5 ألقاب، لكنه يملك الفرصة لمعادلة رقم سيدورف إذا ما نجح في الظفر باللقب مع يوفنتوس أو أي فريق أوروبي آخر قبل أن يعتزل أو يرحل خارج أوروبا. الأكثر تسجيلاً مع فرق مختلفة، ربما يعتبر هذا الرقم هو الأصعب على الإطلاق ضمن هذه القائمة بالنظر إلى عمر ميسي ورونالدو واقتراب مسيرة كل منهما من النهاية،
صحيح أن البرتغالي سجل مع 3 فرق مختلفة وهي مانشستر يونايتد، ريال مدريد ويوفينتوس، لكنه يحتاج للعب مع 4 فرق أوروبية أخرى والتسجيل لها لكسر الرقم المسجل باسم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي سجل بقمصان 6 أندية مختلفة وهي أياكس، يوفينتوس، ميلان، برشلونة، إنتر ميلان وباريس سان جيرمان. أما ليونيل ميسي فيحتاج للعب مع 6 أندية أخرى بخلاف برشلونة والتسجيل معها أيضا، وهو ما يبدو مستحيلا. الأكثر فوزاً باللقب. لا يزال رقم أسطورة ريال مدريد فرانشيسكو كينتو صامداً كأكثر لاعبي كرة القدم تتويجاً بدوري أبطال أوروبا عبر التاريخ بواقع 6 مرات، 5 مرات منها كانت على التوالي بين عامي 1955 و1960، أما المرة السادسة فكانت عام 1966، بينما توقف رصيد الأرجنتيني ليونيل ميسي عند 4 ألقاب حققها في أعوام 2006 و2009 و2011 و2015. أما البرتغالي رونالدو فيحتاج للقب واحد لمعادلة رقم خينتو، حيث توج باللقب 5 مرات أعوام 2008 و2014 و2016 و17 و18. في ختام هذا الفيديو أخبرونا برأيكم بالتعليقات، أي هذه الأرقام سيخضع لميسي أو رونالدو قريباً؟ إن أعجبك هذا الفيديو من قناة ميد سبورت فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.